وتواصل الولايات المتحدة الترويج لمقترح وقف إطلاق النار في غزة، والذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن، حيث أعلنت عن توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم المقترح. كما أشارت واشنطن إلى حصول مشروع القرار على دعم العديد من القادة والحكومات. ما بين ترحيب دولي وغموض في موقف الاحتلال، تواصل الولايات المتحدة الترويج لمقترح وقف إطلاق النار في غزة، والذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن. الولايات المتحدة أعلنت عن توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم المقترح، مشيرة إلى حصوله على دعم العديد من القادة والحكومات بما في ذلك في المنطقة. مشروع القرار الذي وزعته واشنطن بالمجلس يرحب بالاتفاق الجديد الذي أعلن عنه في 31 من مايو، ويدعو إلى قبوله بالكامل وتنفيذ شروطه دون تأخير أو شروط. يأتي ذلك بعد أن أعلن وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات تأييدهم لجهود الوساطة حيال الأزمة في غزة، مشددين على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات بشكل كافي إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وبما ينهي معاناة أهل القطاع. كان بايدن قد عرض ما وصفه بأنه خطة لإنهاء النزاع الدامي في غزة على 3 مراحل، تتضمن وقفا لإطلاق النار وتحرير جميع المحتجزين وإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المدمرة. لكن انقسامات ظهرت بين الحليفين بايدن وحكومة الاحتلال، عندما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحرب في غزة ستستمر حتى يتم تحقيق جميع الأهداف، ما أثار تساؤلات عن مدى التنسيق بين الجانبين. وقبل إعلان بايدن عن المقترح الجديد، كانت الجزائر قد تقدمت بمشروع قرار أمام مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، مستندة إلى حكم صادر عن محكمة العدل الدولية. واعتبرت واشنطن حينها أن مشروع قرار الجزائر لن يكون مفيدا، قائلة إن مفاوضات مباشرة على الأرض أمر ضروري للتوصل إلى هدنة. وبعد تمريره قرارين يركزان على الحاجة إلى إدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، أقر مجلس الأمن في مارس مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار، وهو النداء الذي تجاهلته الولايات المتحدة مرات عدة قبل ذلك. لكن واشنطن التي شعرت بإحباط متزايد إزاء ارتفاع عدد الشهداء المدنيين في قطاع غزة، سمحت أخيرا بتمرير هذا القرار بالامتناع عن التصويت.